الرئيسه قبل البدايه في في التعقيب ديالنا السيد الوزير كنعلنوا تضامن ديالنا مع ما تعرض له احد النواب فريق من احدى المندوبات ديال الوزاره ديالكم في اقليم الدار البيضاء وحنا راسلكم وكننتظروا الاجراءات اللي غتقوموا بها ومازال عندنا مسترا غنتبعوها بهذا الخصوص سيد الوزير في التعقيب ديالنا بخصوص هذا السؤال غنعتمدوا على ثلاثه المرجعيات البرنامج الحكومي اللي هضر على مليون ونص مستفيد وفوق 2016 تقرير المجلس على الحسابات نتاع 2007 ثم تقديم التقرير اللي قدمته به بخصوص مشروع الميزانيه الفرعيه للوزاره نتاع 2013 السيد الوزير ما كان فهموش لحد الان عمليه ديال التخييم ما عندهاش اطار قانوني منظم وللاسف تقرير المجلس على الحسابات في 2007 ورد هذه التوصيه وحتى المخطط التشريعي نتاع هاد الولايه ما وردش فيها هذا مشروع القانون فما يمكنناش نهضروا على تنظيم العمليه فقط في اتفاقيه ما جاتش بشي جديد يذكر حقيقي ما يمكنش هذا الاطار القانوني نغيبه هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه صحيح كاين تطور السيد الوزير ولكن كاين تطور على مستوى الكم ماشي على مستوى النوع ماشي على مستوى الجوده ماشي على مستوى الكيفيه انا على اربع النقاط بعجاله النقطة الأولى قضية الفضاءات، وعدتونا السيد الوزير في تقديمكم تاع الميزانية الفرعية بالتوسيع بالتنويع بالعدالة، لكن للأسف هذه السنة ما ما والو. النقطة الأولى، ثم شروط السلامة الصحية والأمن داخل هذه الفضاءات تكاد تكون غائبة، ما كاينش طبيب ما الصيدة، نهار كيوقع مشكل الطفل بالليل ما كايناش لومبيلونس اللي تنقلوه. كيضطروا الأطر إما بالسيارة ديالهم إما بآلية أخرى. النقطة الثانية السيد الوزير هي قضية التغذية. كان أولا اتفاق قديم باش غادي ترفع المبلغ لكن للاسف هذه السنه توقف نقطه مهمه فيها السيد الوزير هي غياب الشفافيه ديال المسطره ديال تاع هذه العمليه التغذيه ما كاينش لي مارشي كادر كاين ممولين بعينهم كيستافدوا كاين كاين تضار يعني تفاوت في الاثمنه بين جهه وجهه اخرى وغنختم بنقطه اخيره السيد الوزير وهي هذا الشيء كله نقدروا نصبروا عليه ولكن المشروع البيداغوجي المضمون التربوي اللي كيتلقاو له الاطفال ما يمكنناش شكرا